ايه الحاجات اللي ممكن تتناقش فيها مع اسرتك في مستقبلك، وايه الحاجات اللي انت بتختارها بنفسك؟ ده سؤال حلقتنا النهارده. هنصبح على زميلتنا ليندا عشان تجاوبنا على سؤال الحلقه ونعرف منها كمان اخبار المرور. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقه شاذلي بستشيرهم في اي حاجه ليها علاقه بالتعليم او الشغل، لان بحس ان هم عندهم يعني وجهه نظر مستقبليه صائبه دايما كده، وبيبقى عندهم وجهه نظر انا ممكن ما اكونش واخده بالي منها فيلفتوا انتباهي ليها. مظبوط. اي حاجه تانية بقى بختارها مع نفسي. عندهم برضو خبره حياتيه يعني طبعًا. من خلال التجارب اللي خدوها، فبالتاكيد لازم نستفيد منها. بالتاكيد. حاسه ان احنا كل ما بنكبر بنتاكد ان راي اهالينا كان صح في كل حاجه، ولو احنا كنا شايفينها الاول غلط بنقتنع صح مع الوقت. اتفضل يا ريت. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل. هنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، وهنلاقي فيه كثافات مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. هنروح لمصر الجديدة وتحديداً لشارع الخليفة المأمون، وهنلاقي هناك سيولة مرورية مكملة لحد شارع وكوبري الحجاز. من مصر الجديدة لشارع صلاح سالم اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح واللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات البسيطة. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي سيولة مرورية نسبية على محور صفط اللبن. السيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة. كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولاً لإشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولاً للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين والحد الطلبية. أما المحور في كثافات مرورية للقادم من أكتوبر والحد محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية. هنروح دلوقتي لمحافظة القليوبية وتحديداً من كوبري أحمد عرابي واللي بيشهد في بدايته سيولة مرورية. بعد كده السيولة بتقل وبتظهر بعض الكثافات اللي بتزيد لحد الطريق الدائري. أما الطريق الزراعي القادم للقاهرة في كثافات مرورية بتزيد برضو قبل مطلع الدائري. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وهنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كثافات مرورية عند محطة الرمل بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع عمر لطفي ولحد تقاطع الشارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. دي كانت مشاهدينا جولتنا المرورية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسنت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك يا ليندا.